بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم التاريخ 2/7/2021، حنا في مركز روضة الجواء بالقصيم في مبادرة رائعة قاموا بها أهالي روضة الجواء ومن الذين مهتمين بآثار روضة الجواء. الآن بنتكلم لكم عنها اللي تشوفون هذا، بس قبل ما نتكلم هذا الشيخ صالح الفريح. يا شيخ صالح، هذه آبار قديمة أثرية، احنا عرفنا أنه عيون الجواء وروضة الجواء تحتاج بحث أثري عظيم لأنها كلها منقورة بالصخر، غير الطوي، هذا طوي وهذا نقر. لكن قبل كل شيء، هذه آبار مندثرة، وش سويتوا أنتم؟ حنا بعضهن اللي مندثنة أعدناه بالطريقة هذه، على الطريقة القديمة اللي طريقة السواني من أول. كانت مندثرة وأعدناه لأنها أملاك الناس، تاريخ يعني حديث، لكنها هي قديمة يعني. قديمة، وبعدين بهن وصايا لهن 400 سنة، 450 سنة للمسجد وللضيف ولا. لا بس هي الآن ما بهما، أنتم عدتوا كمنطقة أثرية. كتراث يعني. أي طيب. أنتم الآن كم بير شغلتوا عليه وزينتوا الطوي ذا؟ يعني هم جد حفروا أزالوا. أزالوا هم تعرف أبارنا كلها للأسف تعرضت للتخريب ورمي المخلفات، هم نظفوها وجابوا ناس واشتغلوا ودفعوا فلوس. كم صلحتوا؟ صلحنا 10 أبار الآن. كم باقي؟ وباقي تقريبا 50، لكن ما احنا مصلحين كل 50، نبي نصلح المهمات. طيب بس التكلفة ذي، التكلفة من عليه؟ والله من المبادرات، من الأهالي، جهالي مركز روضة الجزو جزاهم الله خير، وأصحاب الأملاك هم اللي يعني الحقيقة تعاونوا، ولا أهالي اللي ما لهم أملاك من أهالي المركز كلهم تعاونوا ودفعوا يعني. طيب أنا أقول يا شيخ صالح، كل منطقة بالسعودية وكل محافظة وكل مركز وكل قرية فيها آثار لا تعد ولا تحصى، صح؟ ونشوف، وأنت عارف يعني هيئة السياحة والتراث الوطني قائمة بدور عظيم، وزارة الثقافة، لكن عندنا السعودية قارة ما شاء الله. أنا أقول أنتم الحين مركز وقمتم مبادرة، كم يكلف عليكم تجديد البير الواحد على حسابكم؟ ست بهالطريقة يحفر ويضبط ويرتب 6000 ريال كل هذا. 6000 ريال. طيب أنا أشوف أقل أحيانا من 6000، أحيانا 3000 ريال. أنا أشوف إنه ما في يعني هذه مبادرة نادرة تحتاج شكر صراحة. والله يا أخي يشكرون الجماعة على تعاونهم وعلى يا طويل العمر وقفتهم معنا بالرأي والتعاون ودفع الفلوس ودفع المبالغ وتعاونهم معنا. أنا عندي اقتراح، ما أدري هو صائب ولا ما هو بلمسالفة. أنا الحين أقول لك إنه كل مركز وكل قرية عندنا بالسعودية فيها آثار، رسوم ثمودية، كتابات، نقوش، درب الحاج، مواقع، جواد، مباني أثرية، وأنا أشوف ما شاء الله أشوف البلديات بكل قرية وكل مركز تدفع يعني مئات الآلاف على يعني على أشياء ما يجيها أحد، أرصفة وينار، مو بينار، عشب ومدري ودو يعني. طيب ليه ما يصير تعاون بين البلدية وبين هيئة السياحة بحيث إن الفلوس دي أيضا يرمم بها الآثار هذه؟ الآن من أول هذا من دفن نار يا جماعة، وش صار؟ صار رائع وموقع أثري، ربما أنه يعود للأنباط زي ما أرى أنا، إنه يعود للأنباط لأن هذا طريقة الحفر والنقر بالصخر، هذه الطريقة النبطية القديمة، ومعروف أن المنطقة سكنها الأنباط، وتشوفون بخطى العرب الموسم السابع إن شاء الله الإثباتات بالأدلة يعني. 6 أبار من 60 يعني تقريبا ب200 سنة اللي نعرف إنها انحفر، ولا الباقي 55 لا يعلم تاريخ حفر. إيه يسمونها هلالية. نسميها هلالية أو يعني منها لا متوارثات من قديم. إيه لا أنا من ناحية النمط ذا اللي نشوفه هذا النحت والنقر بالأدوات المعدنية هذه، هذا ثمود نبطي وربما أنه أقدم، ولا يمنع أن الناس يستغلوها لاحقا. لكن أشكرك صراحة على المبادرة ومركز عيون الجوا، وتمنى كل منطقة يعني لا يعني الأهالي يتبرعون يدفعون يعيدون المنطقة تراث آبائهم وأجدادهم، صح ولا لا؟ صحيح. أهالي مركز روضة جزاهم الله خير رمموا الآبار بهالطريقة ذي، ورمموا الجامع وواجهة الديرة، ولهم مبادرات كثيرة الحقيقة. أنا أشوف أنهم ما شاء الله تبارك الله من أفضل الموجود. الله يجزاهم خير. ويجزى الجميع على من شجعنا، سمو أمير القصيم بعد له شجعنا على هالشيء. الله يجزاهم خير، يحفظ سمو.
شوفوا ما زال الاخ صالح يورينا الابار اللي قاموا اهالي روضة الجواء بترميمها وتنظيفها. شوفوا كل هذه مخلفات وزيلت منها. شوفوا نفس الشيء محفورة بالصخر الأصم، وهي تعتبر آثار مهمة جدا وجمالية، وحفرت هي على هذا الساندستون الصخرة الجبل الرملي. شوفوا محل الرقي، طبعا هذا مو طوي، هي محفورة بالصخرة الأصم الساندستون زي ما نشوفها الآبار بالحجر وفي البتراء وفي أي مكان كان في حضارة.